مهمتك هتكون بسيطة، بس عاوزك تكون واخد بالك كويس. في فيلا بتاعت واحد في المنصورية اسمه عدنان خلف. الراجل دوت أمريكاني بس من أصل فلسطيني، وإحنا شاكين إنه بيشتغل مع الموساد الإسرائيلي. هما مش الموساد دول كان خلاص خلصوا في مسلسل رأفت الهجان. يا مسعد ركز معايا، أبوس إيدك. الراجل دوت مخبي أوراق مهمة في الدرج بتاعه. المشكلة إن في الفيلا بتاعته مليانة كلاب حراسة، ولا يمكن حد يعدي الجنينة ديت وهو ماشي على رجليه سليم أبدا. علشان كده الحل الوحيد إن اللي يعدي الجنينة ديت ما يعديهاش على رجليه. هو عشان أنا قرد يعني فاكرني لو مشيت على إيدي الكلاب هتسيبني يا باشا؟ يا غبي افهم، انا مش عاوزك تمشي على ايديك، انا عاوزك تتشعلق في الشجره وتنط من شجره لشجره لغايه ما توصل. تدخل اوضه المكتب وتجيب اي اوراق شكلها مهمه تلاقيها، واهم حاجه اهم حاجه لو اتمسكت اوعى تكشف عن شخصيتك، ولا انت تعرفنا ولا احنا نعرفك. ماشي يا باشا. السريه يا مسعد دي اسرار البلد، انت تعرفنا ولا احنا نعرفك. خلاص خلصنا يا باشا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا كم مالي ومال الكلام ده؟ على فكره احنا عارفين ان انت بتتكلم كويس قوي، بس عايزين نعرف انت بتشتغل مع مين والجهه اللي بتمولك. انت جيت النهارده الفيلا تعمل ايه؟ مش هتتكلم؟ براحتك. منصور صبح عليه. لا 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 خلاص، انا هقول على كل حاجه. انا اسمي مسعد ومن نزله السمان، واللي بعتني هنا النقيب شريف عبد الرحيم، ومعاه المساعد بتاعه اسمه عادل، وفي اللي هو فهيم ده الكبير لا مؤاخذه بتاعهم والرئيس بتاعهم وكده يعني، وبياخدوا المجندين الجداد وبيضربوهم كده في فيلا في حته اسمها شريف باشا. تخليت فيها بشوات؟ انت قريت على كل حاجه تعرفها بعد ما ضربوك كام قلم يا جبان؟ يا فندم محدش ضربه خالص. يا حلاوه جرى يا عم الحاج، ما تخليك محضر كده خير. امال الله يا خاص حيوان، انت ليك عين تتكلم بعد اللي عملته ده؟ الصراحه انا غبي يا شريف باشا. غبي وحمار، في حد يقول كل اسرار بلده قبل ما يدرب حتى بقلم؟ لا يا شريف باشا انا مش غبي عشان كده، انا غبي عشان ما هرشتش موضوع العمليه الامريكاني دي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت فشلت في كل الاختبارات، حتى اختبار الثقة فشلت فيه. ايه يا شريف باشا، مش انت قلت لي ان انا جبت درجات ما شفتهاش قبل كده؟ ما شفناش اسوأ منها قبل كده. انا الغلطان اني اتصدرت القرد زيك. الصراحة اخس منصور ظبطه. يا شريف باشا لا لا يا شريف باشا اخلص. يا ابني يا حبيبي انا قلت لك ادخل. ما انا خبطت يا فندم. خبطت يا فندم يعني ايه؟ خلاص كده عملت اللي عليك. طب افرض اني بغير في المكتب يا اخي، وبتحصل، ما احنا ساعات كتير بنبات هنا. انا اسف يا سياده اللواء. مهم ايه اخبار الكائن بتاعك؟ القرد. وهو ده قرد عادي؟ ده قرد متمكن، ده قدوه في الارقده القرد. هو في قرد بيتكلم اساسا؟ ده ما يتسماش غير كائن. اسمه مسعد يا فندم، مسعد، واصحابه القريبين منه بيقولوا له ميسي. كده ماشي ماشي يا سيدي. اصل انا قربت قوي منه الفتره اللي فاتت. ده متوقع، طبيعي انك تقرب منه وهو يقرب منك، لان عقلياتكم بتتناسب مع بعض. واقدر اقول لك ان تدريبات ميسي خلصت خلاص. يعني افهم من كده ان الكائن ده نجح في كل التدريبات؟ بنجاح ساحق، ده جاب ارقام ما شفناش من ايام ان 1. ان 1؟ ان 1 شخصيا؟ امال يا فندم، ده مذهل والله مذهل. ده انا سايب الزملاء في فيلة التدريبات مذهولين لحد دلوقتي، ده حتى نصهم محتاج ياخد اجازه. يعني ممكن نبدا العمليه نتوكل على الله ونزرعه في المكان اللي احنا عايزينه من بكره لو حبيت يا فندم. خلاص ماشي. بقول لك يا شريف، افتح ملف باسم العمليه. هو صحيح هنسمي العمليه ايه؟ انا بقترح العمليه ميسي. العمليه ميسي.
مساء الفل يا شريف باشا. يا ابني ابوس ايدك، بطل تتكلم بالطريقه دي. انت هتشتغل في مهمه رسميه، مش هتشتغل دليفري في حضرموت. كنت عايزنا نتكلم ازاي يعني في المهمه دي ولا مؤاخذه؟ انا مش عاوزك تتكلم خالص في المهمه دي، انا عاوزك تبقى قرد. قرد؟ ده على اساس ان انا سنجاب؟ لا قصدي يعني قرد عادي ما بيتكلمش يعني. طب بص بقى يا شريف باشا، فهمني بقى واحده واحده كده الموضوع ده بقى. الله يخليك، ركز معايا يا مسعر. في واحده ست اسمها مدام جيني، احنا شاكين انها شغاله مع المخابرات الامريكانيه. الست ديت هتعيش عندها عشان تقول لنا كل اخبارها. هي ديت مدام جيني. اوبا، هي يا ولد، هي دي مدام جيني يا شريف باشا؟ ما قلنا لك هي. العب يا شريف باشا. ترم نفسك وركز في الصوره كويس عشان تعرف شكلها عامل ازاي. لا مؤاخذه يعني يا شريف باشا، اصلها عامله زي النسوين اللي بتطلع في الافلام الاجنبي. ما هي اجنبيه، عاوز شكلها يبقى ازاي يعني. بص يا مسعد، اذا فعلا مدام جيني شغاله مع المخابرات الامريكاني يبقى اكيد متدربه كويس، فانت لازم تاخد بالك وانت بتتعامل معاها، ولازم تقول لنا كل الاخبار اللي احنا طالبينها منك. انت فاهم؟ يا شريف باشا. ركز معايا يا ابني. ماشي يا شريف باشا، حلو كل اللي انت بتقوله ده، بس ابلغه ايه بقى لو مؤاخذه؟ اي حاجه، بتقابل مين، بتشوف مين، اي حاجه يا مسعد، اي حاجه. ماشي يا شريف باشا، اي حاجه اي حاجه. بس صحيح يا شريف باشا، انا هكلمكوا ازاي بقى وانا عند الست جيني دي؟ ركز معايا يا مسعد. يا مسعد، ها الطوق دوت هيكون وسيله الاتصال ما بيننا. امسك. ازاي يعني يا شريف باشا ولا مؤاخذه يعني؟ الطوق دوت هتكون لابسه يا مسعد. لابسه؟ لابسه فين ولا مؤاخذه؟ في رقبتك يا مسعد، هيكون فين يعني؟ لا يا شريف باشا، هنا كلب. يا ابني بطل لماضه بقى وركز معايا. ديت لوحه مفاتيح عشان لو حبيت تتصل بيا. ركز يا ابني. ديت لوحه مفاتيح عشان لو حبيت تتصل بيا. امسك. انت معاك نمرتي صح؟ حافظها؟ عن ظهر قلب. رن. ها؟ رن لي. حاضر. في قرد نبي صاحبه يناديه، يجي لبه يديه في ايديه. هي دي نغمة الموبايل بتاعك ولا انت مخصصها لي؟ إيه لا، ده عشان لو حبيت تتصل بيا في اي وقت اكون عارف اللي انت، عشان كده ارد عليك بسرعة. وبعدين ركز معايا وسيبك من الموضوع الهايف ده، البس الطوق. وبعدين بقى في الشغلانه اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي، استغفر الله العظيم يا رب. كده حلو يا عم شريف، تحب اهوهولك كمان؟ لا شكرا، انا دلوقتي هتصل بيك عشان اعرف يستقبل ولا لا. البتاع ده بيكهرب يا شريف باشا. ما احنا مش هنعرف نعمل الطوق برنات، عشان كده عملناه بأمواج كهربائية. طب خلاص يا شريف باشا، خلاص اقفل اقفل. لا ما انا كنت عاوز اقول لك، لو حابب ترد في زرار على اليمين الطوق ممكن ترد منه. خلاص يا شريف باشا اقفل، انا فهمت. كنت تاني شريف باشا يا عم، لو كنت بتحب تكلمني تبقى كلمني. يا عم حرام عليك بقى. لا مؤاخذة يا مسعد، دلوقتي انا عاوزك تشد الطوق دوت من الطرفين. شد الطرفين بتوع الطوق. ماشي يا عم، استنى. ده يو اس بي، علشان لما الطوق يفصل منك تقدر تشحنه من الكمبيوتر. هي البطاريه بتقعد اسبوع بس، انت لو بتتكلم كتير هتقعد معاك 4 ايام. بقول لك يا شيف باشا، البتاع ده فيه جيمز. جيمز ايه يا فاشل انت؟ هو انا ببيع لك عده صيني؟ خلاص يا عم، ده كان سؤال، هو السؤال حرم؟ لا محرمش. طب معلش يا شريف باشا، سؤال تاني كده يعني، لو مؤاخذه لو فيها رزاله يعني. اتفضل حبيبي. ممكن بقى نمره البتاع ده عشان اديه لامي يعني، عشان ما تحب تطمن عليا؟ انت عارف انا يا ابني حرام عليك، تقدر المسؤوليه اللي انت فيها. انت عاوز امك تكلمك عشان تبوظ لنا المهمه؟ امسك دي يا مسعد، خليها معاك. امسك دي. ايه ده يا شريف باشا ولا مؤاخذه؟ دي عده علشان تقدر تفتح بيها اي حاجه مقفوله، اي باب، اي قفل، مثلا زي الباب اللي هناك ده. هدي.
بس 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 استأذنك بس كده بعد إذنك يا الشيف باشا. اتفضل. برافو يا مصعب، برافو. أي خدمة يا شريف باشا. يلا بقى جاهز؟ جاهز لإيه ولا مؤاخذة؟ تسعد جمعية حنان الحيوان في تكريم ضيفة الجمعية مدام جيني وإيدها الدرع الجمعية لمجهوداتها العظيمة وسعيها الدائم لتوفير الحياة الأفضل للحيوانات في جميع أنحاء العالم. تفضلي يا مدام جيني. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening. بشكركم جداً وبشكر الجمعية وكل العاملين بها على هذا التكريم. أنا دايماً بقول إنه شغلي في جمعيات الرفق بالحيوان ده مش شغل، لأ ده واجب عليا. هدفي كل حيوان في الشرق الأوسط يعيش حياة سعيدة. أنا عارفة إنه الحيوانات في الشرق الأوسط عايشين حياة تعيسة جداً، عشان كده هدفي إني أوفر لهم أبسط الأمور المعيشية. من حق كل حيوان في الشرق الأوسط إنه يأكل أكل كويس، يشرب مية نظيفة، والأهم يتعامل معاملة كويسة. الحفلة كانت جميلة. الميوزيك إز أوسوم. بشكركم من جديد، بشكر كل العاملين في الجمعية. Thank you. واحنا بالمناسبة السعيدة دي بنهدي مدام جيني واحد من أرقى سلالات الشمبانزي وأذكاهم، ميسي. بس ليه حاطينه في القفص ليه؟ عشان لو طلع بره القفص ممكن يعض أي حد ويهرب مننا. لا لا لا، مش هيعض ولا هيهرب، ومفيش معلش، افتح له الباب بسرعة. أوه ماي جاد، إيه ده؟ ميسي، كم هير سويتي. هاي هاي ميسي. هاي ميسي، انا جيني. يلا يلا تعالى معايا ميسي. تفضل تفضل. ثانك يو. تعالى تعالى تعالى. ثانك يو. طيب انا متشكره قوي يا عصر، مش هتطلع تسلم على ماما؟ اه اطلع اسلم على طنطا. اخ انا نسيت، اصل اكيد ماما هتبقى نايمه دلوقتي. طيب وقت تاني هسلم على مامتك، وقت تاني. طيب اطلع انا بقى، مش عايز حاجه؟ انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. يعني انا كنت موعد ماما وخالتي ان انا ما افتحش الموضوع، بس الصراحه انا زي ما تقولي كده جوايا رغبه مكبوته وشعور مكبوت، وعايز اصرح لك بيه. رغبات مكبوته. هو ايه الموضوع بالظبط؟ يعني شوفي، انا اظن انه قد حان الوقت ان انا اصرح لك ما بداخلي. كير النور وكيره المجتمع الاثنين. طب هو الحقيقه عاصم، انا الحقيقه كنت اتمنى ان انا ابقى فاهمه انت عايز تقول ايه او تقصد ايه بكلامك، لكن الحقيقه مش فاهمه اي حاجه خالص. وبعدين لو الموضوع هيطول وهيحتاج كلام كتير، فانا افضل ان احنا نتكلم في وقت تاني، علشان الحقيقه احنا دلوقتي شكلنا بقى يعني مش لطيف. لا لا، انا هختصر، يعني انا هختصر. انت عارفه ان انا استاذ جامعه، يعني اقدر اختصر. شوف يا نوع، انا وانت عشنا حياه عمليه جدا بين العمل والدراسه والابحاث العلميه، واظن ان احنا ابتدينا نغفل الجانب الاخر وهو العاطفه، وده غلط. يعني ما ينفعش نغفل الجانب الاخر من العاطفه انا وانت خالص. ايه ده؟
في ايه خلاص لو الكلام غلط ما انسيه انا ما قلتش حاجه. مش اللي انت بتقوله ده خالص. ده الراجل ده بيراقبني يا عاصم. ايوه انا شفته بيراقبك. ايه ما تبقي نفسيه تظني بيه؟ ماله مالنا ده؟ انا متاكده الراجل ده دور وشه اول ما انا شاورت عليه مع انه كان بيبص علينا. خلاص بلغ البوليس. انا لسه هستنى لما نكلم البوليس. يلا يا عاصم انزل شوف حكايته. لا 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 لا, لا انزل فين؟ انزل ازاي يعني؟ ده ليه خصوصية ازاي اتعدى عليها؟ ده مفيش دستور في العالم لا محلي ولا دولي يكفلي ان انا اتعدى على خصوصية الغير. محلي ودولي. طيب خلاص خلاص يا عاصم خليك انت في التنظير بتاعك ده وانا بنفسي هنزل اشوف ايه حكاية الراجل ده. خلاص يا نهى خلاص انا هنزل بس خليكي فاكرة ان انت خليتيني اتعدى على خصوصية الغير واخترق الدستور والقانون. خليكي فاكرة انا هخترق الدستور. انزل. انا بقولك خليكي الدستور. خليكي فاكرة. مساء الخير. قوموا يا شبح. نعم شبح. انا كنت عايز بطاقة تحقيق الشخصية بتاعت حضرتك. ليه وانت امين شرطة؟ لا 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 انا استاذ تحاليل ودكتور مساعد في الجامعة. تحاليل وعايز بقى البطاقة بتاعتي عشان تعمل لي تحليل شخصية؟ ده حضرتك ده دم خفيف. انت لحقت تطلع نتيجه التحليل. ولطيف. لا حضرتك نهى بنت خالتي قالت لي ان انت حضرتك بتراقبنا. بقى انت بقى وبنت خالتك بتعطوا في قلب العربيه وعايز تنزل تاخد تحليل الشخصيه؟ انا بتاع دش بس مش قوي كده. ليه بنحط دي ايه؟ انا ما بسمحلكش طريقه الكلام دي. انت ازاي بتكلمني كده؟ يعني هتضربني يعني ولا ايه؟ لو سمحت نزل ايدك. ولو ما نزلتهاش هتعمل ايه؟ يعني لا لو ما نزلتش ايدك لا يعني ممكن اتعصب عليك. اتعصب عليا؟ يمي 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 يمي. وريني شكل العصبية بتاعتك. شكل العصبية؟ يا مستوى الحور اللي احنا بنتكلم فيه ده. امسكوا يا عاصم ما تسيبوش. امسك ايه ده ولا مسكني؟ ايه مستوى؟ And here we go! Missy! Missy, 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 welcome home! Yalla, yalla. Go down. Yes! That's it. Wait a minute. Ya salam! Eh rayak? Allah, 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 Allah! This is our home! Yes! خش كمان. تعال تعال. الله ويلكم هوم ميسي. اعتبر البيت ده زي بيتك بالظبط. عايزك تاخد راحتك على الاخر. تمام. I'm so happy. Yes I feel good. تارا تارا تا تا. So good. Tum tum. So good. Oh Stella 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 Stella. Behave 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 Stella Stella. Shh shh shh. دي ستيلا ما تقلقش. ما تقلقش السلة دي بتهوهو على اي حد غريب بس بعد كده بعد ما تاخده على بعض خلاص هتحبها قوي زي ما انا بحبها بموت فيها. سلة تعالي هنا. بي كوايت كوايت. وريني. لا 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 ايه ده ايه ده طوق. معقولة كده؟ معقولة طوق على رقبة حيوان رقيق زيك؟ يلا انا هطلع اغير هدومي وناخد دش. So good so good. قلت لك من الاول ان كل الحاجات دي تهيؤات. مسكت مين؟
مسكت اللي بيراقبك؟ مسكتيه فين ده؟ وحضرتك ساكنة فين؟ طيب طيب أنا جايلك دلوقتي حالا، بس يا ريت الموضوع يطلع بجد. مع السلامة. مسي 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 مسي، دي قطك، ده سريرك اللي هتنام عليه. And good night. انت جميلة. طب خلاص خلاص يا شقي يا شقي، نام عشان تصحى بدري ونقعد نلعب نلعب نلعب. يلا باي. يا لولية دي مش هتأكلني ولا ايه؟ والله العظيم يا باشا انا ما كنت بقى بحد، انا شغال بتاع دش وكان عندي شغلانه في العماره دي، وبعدين ما حاجتي ومتوكل على الله لقيتك الاستاذ وبنت خالته بيحطوا في قلب العربيه وهيقوا ميقوا كلام ما ينفعش خالص. لا 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 بيهيف. كمل يا ابني. بصراحه يا استاذ انا انتبهت مع بنت خالته قوي، اصل هتستاهل العط. قصدي يا باشا دي الحكايه كلها. فين الناس اللي كنت شغال معاهم دول؟ هو يا باشا راجل الفخم ده. ايوه يا فندم، الراجل ده كان بيشتغل عندي في الشقه، كان بيصلح لي الريسيفر. والريسيفر اشتغل؟ الحقيقه اشتغل. جاب الاوروبي؟ جاب يا فندم الاوروبي. ممتاز. بعد اذن حضرتك يا فندم ممكن اتكلم مع حضرتك كلمتين على جنب؟ اتفضلي عن اذنكم. نوع انت هتسيبيني مع لوحدي؟ انا جايز اكون اسأت التقدير المره دي، لكن ده مش معناه ان مفيش حد بيراقبني. انا متاكده ان دكتوره نوها، انا ممكن اخدك دلوقتي واعمل لك بلاغ كاذب، بس انا مش هعمل معاكي كده. بس ارجوكي ما تكلمنيش في التليفون الا لما تكوني متاكده من البلاغ اللي انت عاملاه. يا شريف بيه في حاجه غلط. دكتور منير يموت بعد ما يكلمني في التليفون، بعديها ناس تيجي من امريكا وتعرض عليا شغل بمرتب فلكي فلكي علشان اشتغل عندهم، بعد كده ناس بتراقبني في كل حته بكون فيها. مفيش اي حد بيراقبك، انت لازم تروحي لدكتور نفساني عشان هو اللي يراقبك. اكيد انت عندك مشكله في دماغك. عن اذنك يا دكتوره. بعدين بقى يا ست دي جايه هنا تحبسني ولا ايه؟ الحبسه السودة دي. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. ايه الحاجات الجميلة دي لمين؟ ميسي ميسي ميسي. لا لا مش هنلعب مع بعض، مش دلوقتي، عندي مشوار مهم هروحه وبعد كده نيجي نلعب. لو عايز اي حاجة تبقى انا بقول ايه يبقى ايه. خلاص لو عايز اي حاجة بس ميسي 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 لما نرجع لما نرجع. باي ميسي. ايه الحبسه المنيله دي؟ وليه نكد؟ ايه تحبسيني كمان؟ سوداني؟ على اساس ان قرد يعني؟ الطوق بتاعي فين؟
أيوة. أيوة يا أما. مين؟ هو في حد بيقولك يا أما غيري؟ أنا مسعد يا ولية، وحشتيني قوي، ووحشني لسانك الزفر ده. هدي اليوم المعفرد ده. لا 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 لا، ما ينفعش تعمل أنا كده، ده أنا راجل كبير في السن. يا ساتر، إيه دي؟ إيه الولية البايخة الرزلة ده هي؟ في إيه يا بابا مالك؟ أمك يا ستي مش عايزه تنزلني القهوه، قال ايه؟ شك فيا انني هروح اشرب سجاير، بعد العمر ده كله تشك فيا؟ وماله يا بابا، مش مراتك حبيبتك وانت اللي اخترتها؟ خايفه عليك يا اخي، ايه المشكله؟ خايفه عليا من ايه؟ هو انا عمرو دياب؟ احسن يا بابا، احسن من كده. انت بتدور على ايه؟ انا بدور على علبه السجاير بتاعتي، خبيتها مش عارف عندك فين. بتشك فيك ها؟ عموما هتلاقيها في الدرج بتاع مكتبي اللي وراك ده. انت اللي شقي. انت عارفه القرد مخبي ابنه فين؟ يا ساتر. ايوه كده حبيبتي. ليه بس سيره القرد دي يا بابا؟ لا 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 لا، مالك بقى بيكي ايه؟ مفيش على ابوكي. لا ده انت شكلك زعلان خالص. ابدا، اصل افتكرت مدبولي ده لسه حتى الصوره بتاعته بتاعت. ده هينحسك والله. خلاص بقى يا بابا، ما هو مات الله يرحمه وراح لحاله. ده مات بقاله 6 اشهر لسه زعلان عليه لحد دلوقتي. يلا قرد وراح. لا يا بابا، مدبولي مش اي قرد، ده كفاني فضل مستحمل كل الاختبارات العلميه اللي بعملها عليه 3 سنين. انا كل ما افتكر موته بحس بذنب. هو انت اللي قتلتيه؟ ده مات موتة ربنا. لا يا بابا طبعا، انا ما قتلتوش، بس برضو ليا يد. انا اللي سبته يومين من غير ميه، ولما رجعت لقيته نايم على جنبه وعينيه تايهه. على ما رحت اجيب له يشرب رجعت لقيته مات. احسن انه مات، ده انا كنت بتلبش ما اشوف والله. جدتي كانت بتتنفض كده، وبعدين بيني وبينك كان بيسرق مني السجاير. احسن انه مات. يا بابا حرام عليك، بلاش افترى. ويكون في معلومك، خلي عندك كده تأهب علشان انا هجيب واحد تاني. بعت تجيب قرد تاني؟ لسه ما جبتش، بس عامله اعلان يعني في صفحات على الانترنت والجروبات، طالبه من المؤسسات العلميه ومن جمعيات رفق بالحيوان ان هم يتبرعوا لي بقرد علشان اكمل عليه ابحاثي، بس ما حدش رد عليا. الهي يا رب ما يوعى يردوا والسلك بتاع النت يتقطع. بس بقول لك ايه، انت في حاجه تانيه مزعلاكي خالص. حاجه تانيه ايه بابا؟ انا كويسه اهو، شايفني بشد في شعري؟ ما تخبيش علي زي ما تخبي على امك، قولي. ابدا يا بابا، موضوع الدكتور منير وموته والناس اللي بتراقبني دول محيرني قوي. ما هو طلع ان الناس دي كلها كلام، ده اوانطة ولا حد بيراقبك ولا حاجه، والكلام طلع فطش، والراجل طلع بتعديش. لا الراجل ده فعلا انا طلعت غلطانه فيه، بس انا برضو لسه متاكده ان في حد بيراقبني. لا اله الا الله، وليه سوء الظن ده؟ ما يمكن انت شكه كده وشكك غلط يعني في اللي انت بتقوليه. انا زعلانه منك على فكره. ليه بس يا نور؟ ما انت عارفه ان انا ما اقدرش على زعلك يا حبيبتي. يا سلام، لو ما بتقدرش على زعلي زي ما بتقول كنت عبرتني كام يوم اللي فات. انت لو تعرفي اللي حصل لي بس يا نور كنت تعذريني. ايه اللي حصل؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا نور، واحد ابن حلال اسمه شريف، هو مش ابن حلال قوي يعني، بس الله يجازيه بقى، كعبلني كده في حوار ملوش اخر. حوار ايه يعني؟ حوار يا نور حوار. وبعدين يا حبيبتي ما تضغطيش عليا. احنا مش اتفقنا احنا ما نخبيش على بعض يا ميسو؟ هو احنا اتفقنا؟ صح اتفقنا. بص يا نور، لما الحوار ده يخلص ان شاء الله انا هحكي لك على كل حاجه. لو انا مش هقابلك غير لما الحوار ده يخلص. مصل انا برا مصر يا نور دلوقتي. طب خلاص بدم برا مصر، شغل الكاميرا بقى اشوفك. والنبي يا ميسو بقى عايز اشوفك. ما الكاميرا بايظه يا نور وانا قايل لك على الموضوع ده. الكلام ده جوه مصر يا ميسو، انت دلوقتي بره مصر، كاميرا ايه اللي بايظه بقى؟ ما انا خدت الكاميرا معايا، اصلها غاليه قوي يعني. البايظه؟ يا نهار اسود ميسو،